مجتمع في هذا العالم خصوصيته وعاداته وتقاليده اللي كتختلف عن بعضها البعض، كما أن لكل دولة قوانينها الخاصة بها. نقدر نقوله أن هناك الكثير من القوانين اللي متشابهة في دول العالم، ولكن كاين أيضا عدد كبير من القوانين اللي كتختلف من دولة الأخرى لأسباب ربما تاريخية وجغرافية ومناخية واجتماعية وثقافية، كما أن القوانين السارية في دولة ممكن تكون غير قابلة للتطبيق في دولة أخرى لطبيعة الخلافات الموجودة بين الدول والمجتمعات. وفي أول بادرة من نوعها قام بها موقع تيرا البرازيلي عبر الانترنت، وهو البحث عن أغرب القوانين الموجودة في العالم بما فيها البرازيل أيضا، واختار الموقع البرازيلي 13 قانون اللي اعتبرها من أغرب القوانين الموجودة في العالم والبرازيل، أو على الأقل ربما تكون غريبة بالنسبة لعدد كبير من الناس. فتبعوا معي الفيديو الأخير وشكرا. ألمانيا. يقال أن ألمانيا هي بلد المليون قانون، وهذا يعني وجود عدد كبير جدا من القوانين اللي كتمس كل ما يتعلق بالأمور الحياتية في البلاد، ولكن هناك قانون كيتعتبر في قمة الإنسانية على الرغم من كونه غريب بالنسبة لعدد كبير من دول ومجتمعات العالم، وكينص هذا القانون على منح والدة أي طفل معاق راتب شهري ثابت، واعتبار هذا الأم بمثابة سكرتيرة لطفلها المصاب بإعاقة سواء كانت جسدية أو عقلية. وكينص هذا القانون أيضا على اعتبار الدولة مسؤولة على هذا المعاق طالما أنه على الأراضي الألمانية، واعتبار الأم ديالو سكرتيرة تتقاضى راتب حتى وفاة هذا المعاق. إسبانيا. في إسبانيا كاين قانون كينص على منع الرجال والنساء من المشي بدون قميص في مراكز المدن الواقعة على الشواطئ الإسبانية، والقانون كيسمح بخلع القميص على الشاطئ فقط، والهدف من هذا القانون هو الحفاظ على سمعة المدينة وتمرير رسالة للناس على أن الشاطئ كيختلف عن مركز المدينة. وصدر هذا القانون بعد ما تحولت مدينة مايوركا الشاطئية إلى شبه حمام، بحيث الرجال والنساء كانوا كيتمشوا بدون قمصان. إنجلترا. هناك قانون كيمنع بموجبه قتل وأكل لحم الإيوز، باعتبار أنها الطائر في جميع أنحاء البلاد كيتعتبر من ملكية الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا. فرنسا. يوجد قانون فرنسا كيمنع تناول الكاتشب في جميع المدارس الفرنسية، والسماح بتناوله فقط مع البطاطا المقلية في مطاعم المدن، والهدف من هذا القانون بحسب اعتقاد الفرنسيين هو أن تناول الكاتشب كيمثل نوع من الولاء لأمريكا، وتم منعه من المدارس للحفاظ على الثقافة الفرنسية لدى الأجيال الجديدة في البلاد. إيطاليا. هناك قانون غريب جدا كينص على أن الموت في بعض المدن الإيطالية كيتعتبر غير قانوني، وهو كينطبق على المدن اللي كيقل فيها عدد السكان بدل ما يتزاد، وكتعتبر المشاركة في برنامج مكافحة مخاطر الأمراض المميتة إجبارية في هذه المدن، واللي ما شاركش كيدفع غرامة مالية قدرها 10 يورو في السنة، وهو مبلغ بسيط جدا ورمزي لاحترام هذا القانون الغريب. اليابان. كاين قانون في اليابان كينص على السماح بالرقص بحرية بعد منتصف الليل بحيث تكون الأضواء مضيئة. تايلاند. يوجد قانون كيمنع بموجبه الناس بالخروج من منازلهم من دون ارتداء الملابس الداخلية، وكيعتبر القانون أن ارتداء الملابس الداخلية أمر صحي، كما أنه إشارة لاحترام الآخرين، بالرغم من أن ما كاين حتى شي واحد غيقدر يعرفك واش لابس الملابس الداخلية أو لا. ماليزيا وسنغافورة. يوجد فيهم واحد القانون كيمنع منعا باتا البصق في الشارع، واللي بغى يبصق خاصو يدخل للمرحاض ويغلق من موراه الباب عاد يقدر يقوم بهذا السلوك. نيوزيلندا.
هناك قانون آخر غريب في نيوزيلندا كينص على عدم العمل بالأوراق النقدية الممزقة أو اللي مكتوب عليها شي حاجة، لأن هذا كيضرب السياحة. ففي نيوزيلندا الناس كيتعاملوا فقط بالعملة النظيفة. الهند، هناك قانون كينص على ضرورة إبلاغ الشرطة عن الأموال اللي كيتم العثور عليها في الشارع، وإذا كان المبلغ كيتجاوز 10 روبيات، أي ما يعادل 50 سنتيم أو نصف دولار. والهدف من هذا القانون هو أن اللي كيملك 10 روبيات فما فوق فكيقدر يشري رغيف من الخبز. روسيا، فيها قانون كيمنع بشكل قاطع قيادة السيارات القذرة والمتسخة في شوارع المدن اللي كتعتبر سياحية بما فيها العاصمة موسكو. البرازيل، هناك قانون كيمنع الألفاظ اللي كتدل على الأعضاء التناسلية في الشجارات اللي كتحدث في الفنادق والمطاعم المصنفة ضمن فئة الـ5 نجوم. كما يوجد قانون آخر كيمنع ظهور نساء عارية الصدر على جميع الشواطئ البرازيلية باستثناء شاطئ واحد قريب من مدينة ريو دي جانيرو. كان هذا فيديو اليوم، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. كنشكركم على حسن تتبعكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.